دكتور ناصر، وقد أخذنا تجربة من أحد المراكز، ربما يعني يمكن أن وأنت الباحث أن تقدر خلال مرورك على نتائج المراكز الدراسية البحثية الكثيرة والعديدة التي تتواجد على الساحة اليوم، ما الذي قدمته وللإنسان وللوطن قبل ذلك للحقيقة خلال السنوات الماضية؟ الحقيقة أنه في الاحتياج لمخرجات الأبحاث وللدراسات التي تقوم بها الأبحاث هو احتياج كبير، يعني خاصة بفعل الحرب اليوم. اليمن وتطوراتها وتفاعلاتها لم تعد شأنا خاصا باليمن، أصبحت شأن يعني مرتبطة وتهم الإقليم وأيضا ترتبط أو تهم المجتمع الدولي بشكل عام، يعني بمعنى أنه بفعل الصراع والحرب واحدة من قضايا الاهتمام الدولي أصبحت اليمن، وبالتالي كثير من الأطراف الإقليمية والدولية وأيضا كثير من اليمنيين يريد أن يفهم ما الذي يحدث في اليمن في مختلف القطاعات العسكرية الأمنية السياسية الاقتصادية وهكذا. إذا مع وجود الحرب غالبا لما تكون يعني الدولة في حالة من الاستقرار يعني تتسطى أولوية ترشيد السياسة العامة اهتمامات مراكز الأبحاث، لكن عندما تكون الدول في حالة حرب كثير من الأطراف وكثير من المعنيين والمهتمين يريد أن يفهم يعني ما الذي يدور في اليمن وما هي أطراف الصراع، ما هي دوافعها، ما هي التحولات التي حدثت في هذا الصراع وما هي تداعياته في مختلف المجالات. ما أريد أن أقوله أنه الحاجة للبحث العلمي وللدراسات والأبحاث بالنسبة لليمن تصاعدت على نحو كبير بفعل الحرب الممتدة منذ مارس 2015 وحتى اليوم. مراكز الأبحاث أنتجت كثير من الدراسات، كثير من هذه الدراسات خطت وخدمت كثير من الاحتياجات والاهتمامات، وبعضها أو جزء منها لم يكن بمستوى المطلوب.